يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا نداء الله لنا جميعا، ألا نخشى إلا الله، وألا نعود أبدا إلى الوراء، وأن نعتصم به سبحانه، وأن نقول ونردد دائما حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا يكفينا، الله كافينا، الله سبحانه وتعالى يحب إذا نظر إلى عباده أن يراهم له داعين، وبسنته مستمسكين، وبدينه وحبله المتين معتصمين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جئنا بسلامة، برسالة سلام إلى هذا العالم، لا نريد